السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، نلتقي في فيديو جديد وفي حلقة جديدة. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بعملية تشتية أو ضغط الخلية، يعني إزالة الإطارات التي لا تستعملها النحل من أجل توفير التدفئة اللازمة لخلايا النحل، ولتستطيع النحل تدفئة نفسها ولا تبقى النحل يعني حائرة بين الإطارات وتتشتت في كل الإطارات التي لا غرض لها بها. إذن سوف نزيل هذا الإطار، كما ترون هذا إطار أساس شمع لا تستعمله النحل ولا لا فائدة منه في وجوده في الخلية. إذن سوف نراقب الإطار الثاني كذلك لنرى هل هو مستعمل من طرف النحل، وهل فيه عسل أو حبوب لقاح أو حضنة أم لا. إذا لم يكن به شيء سوف نزيله كذلك. كما ترون من هذه الجهة ليس فيه شيء، ولكن من هذه الجهة كما ترون فيه عسل. سوف نضعه جانبا ونقوم برفع إطار ثاني لنرى حالته وكيف هو، هل فيه عسل أو فيه حبوب لقاح. كما ترون كل إطارات هي مستعملة من طرف النحل. هذا راجع إلى التغذية بالسائل، السائل السكري، وكذلك أعطيتها القليل من بدائل حبوب اللقاح. لذلك فكل إطارات هي ممتلئة ومستعملة من طرف النحل. إطار واحد فقط قمت بإزالته أمامكم. يعني الغاية من هذه الطريقة هي أن تقوم بتخفيف العبء عن النحل حتى لا تقوم بمراقبة كل الإطارات وتنقيتها ومحاربتها من الأمراض، فهذا يؤدي إلى إضعاف الخلية وإلى الذي يؤدي إلى جهد الزائد للخلية، ولا تستطيع أن تقوم بتدفئة نفسها وتدفئة الحضنة واليرقات عندما يكون الطقس بارد والحرارة منخفضة. لذلك يجب إزالة كل الإطارات الزائدة فيما يسمى بضغط النحل أو التشتية، وكل هذا يجب أن تقوم ب الكشف عن الخلية في يوم مشمس. كما ترون الآن اليوم مشمس، ولا يجب أن يكون فيه تيارات الرياح، لأن هذا كله سوف يضر بالخلية. كما ترون هنا حبوب اللقاح، كما ترون وبعض الحضنة القليلة، كما ترون يعني النحل ما شاء الله أو الخلية ما شاء الله هي يعني نشطة وقوية شيئا ما. هذا هو آخر إطار، كما ترون هو فيه العسل وحبوب اللقاح كذلك، لا داعي لأن نقوم برفعه. والآن سوف نقوم بإعادة الإطارات إلى مكانها. الغاية من هذه الأمر قد تمت بنجاح. إذا إخواني هذا كل شيء، نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكذلك مشاركة الحلقة مع أصدقائكم ومع المهتمين بهذا المجال. نشكركم على تتبعكم، ونضرب لكم إن شاء الله فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله مرة أخرى، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله. نترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.